اللي احنا ما عندنا في ازمه من النوع من الازمات، يا غير مع ذاك نحتاج للحوار. انا من الناس اللي ظاهر له عن الانفتاح اللي عبر عنه رئيس الجمهوريه في بدايه مأموريته واللقاءات اللي عدل مع مختلف عناصر الطيف السياسي عنها كانت مفيده ومؤشر مهم. يا غير وقتها تقريبا ما هي قاده تملا جميع الوقت، عاد دارك بايح أن تتحول للقاءات ويتحول للانفتاح إلى لقاء سياسي، إلى حوار سياسي، إلى تشاور سياسي، والله تشاور وطني تعود الناس تشد فيه أخبار القضايا الأساسية للبلد وتخرج مخرجات من شأنها عنها تعين ذاك اللي يحكم، عنها تمثل وجهة نظر المجتمع السياسي والنخبة كاملة في بلد وبالتالي تعاونه هو يحكم،